تتمنى من أجواء معرض الصناعات وشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج الحدث. الحدث البرنامج الذي يأتيكم مع كل صالون محلي أو دولي. هذه السنة يعود مع المعرض الدولي لكوسميتيكا الجزائر في طبعته الثانية بقصر المعارض الصنوبر البحري. عدد العارضين حوالي 135 مشاركا لعرض كل ما هو جديد. لمعرفة المزيد حول هذا الصالون أسعد باستضافة السيد أشرف زيدي مؤسس المعرض الدولي كوسميتيكا ألجيريا. أهلا بك سيدي. شكرا وشكرا على حضوركم معنا اليوم. لا شكر على واجب. قبل أن نبدأ الحديث مشاهدينا أدعوكم لمتابعة هذا التقرير ولن نعود بعد ذلك. نقائص عدة واختلالات كثيرة تعرفها صناعة العطور ومستحضرات التجميل في الجزائر تؤثر سلبا على مهني القطاع الذين يطالبون السلطات الوصية بالتدخل العاجل لقطع الطريق أمام الدخلاء والحد من الفوضى في هذه الشعبة. كما يقول لك كل واحد كيفاش يخدم مالوغوزمون وكيفاش يتربع على هذيك الخدمة. كما يقول لك سي ان ترافاي سي دي زيتاب ا سويفر اكسيتيرا. مالوغوزمون حنايا ليتا تانيت نو زيد با فريمون ا ديفلوبي لو كوتي كوميرسيال تاعنا. دونك كما يقول لك شغل راني نبيع في الدلاله على كوم برانسيب جو فونتري ان برودوي دو كاليتي سوا دو ريغلومونتي الماكسيموم بوسيبل. هاد الشعبه تاع العطور انسان باش يقعدوا غير لي بروفيسيونيل. لي بروفيسيونيل فوالا لو بروفيسيونيل يكوني بيان لو برودوي يكوني بيان لو مارشي يكوني بيان سكي دوموند لو كليون et à la fois voilà ça donne une satisfaction عند الكليون فينا. ديروا لهم قانون والله يشوفوا كش ما يديروا حل يعني لانه هذا ياثر بزاف على المنتجات تاعنا. حتى كاين المشكل الكبير اللي رانا طايحين فيه هو تاع التقليد. واحد يديك يقلد لك لا مارك تاعك بها بالاسم تاعك بكل شيء وهذا راه جرى قدام واحد قدام شركه لهنايا راهي مكسبوزين معنا لهنايا وورطوهم يعني لحقوا المشاكل كبار بين مع لا دي سي بي لانه الاسم تاعه في السوق ولا الرقم تاعه والعنوان تاعه مما وهذاك اللي الانسان هذاك ما يخافش ربي يقدر يعبي يعمل اي حاجه في الشامبوان هذا ولا برودوي هذه ربما تكون لازم تكون اليات من السلطات يعني باش ينظموا الدومين السوق يعني تاع المواد التجميل والكوزميتيك في الجزائر وين يعني يكون منظم ما يكونش نيمبورتوكي يجي بروديكتور يعني ما عندوش وثائق تاعو ما عندوش هذاك يدخل للمارشي ثم تكون بطريقه منظمه لازم يكونوا اليات من السلطات. تنظيم سوق العطور ومواد التجميل أضحى أكثر من ضرورة لإحصاء الناشطين في القطاع من خلال وضع آليات وقوانين من شأنها أن ترقى بهذه الشعبة حتى تكون داعمة للاقتصاد الوطني. Il y a des lois qui se préparent pour réguler un peu le secteur des cosmétiques pour la production, pour l'importation, ce qui est normal. Et on participe pleinement à ces lois qui vont comme d'autres lois qui se préparent, voilà. Oui, on a commencé parce qu'il faut s'organiser, il faudra mettre en place des lois qui régissent un peu les lois des cosmétiques qui sont en train de se faire, mais il faut une force de proposition, mais s'organiser entre nous. Par exemple, pousser les gens à aller vers la production d'alcool localement, pousser les gens à aller vers de la production des intrants comme les parfums qu'on peut produire localement. J'ai cité tout à l'heure le jasmin. Aujourd'hui, le romarin, l'extrait du romarin qui est importé, on peut produire localement. أشواط كبيرة قطعتها صناعة مستحضرات التجميل في الجزائر انتقلت خلالها من الاستيراد إلى الإنتاج وحتى التصدير نحو أسواق إفريقية فتعزيز هذا المسعى من خلال إجراءات تنظيمية وقانونية والمساهمة في التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي والوطني مع استكشاف فرص الشراكة والتصدير الواعدة لولوج الأسواق الدولية خاصة أسواق القارة الإفريقية. إذن في ظل النهضة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر خاصة في مجال التصنيع المحلي والاستيراد والتشجيع على الاستيراد، هذا السوق سيد أشرف الخاص بمواد التجميل هو سوق ناشئ، لكن نستطيع أن نقول عليه أنه سوق ناشئ ومتسارع.
ما هو الفرق بين الطبعتين، الطبعة الأولى والثانية، لو نبدأ بعدد المشاركين أو العدد؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطبعة الثانية من معرض كوسميتيكا ألجيريا فيها حضور أكثر من 135 شركة، 30 منهم من خارج الجزائر. لدينا مشاركين من 10 بلدان. يوجد فرق كبير بين الطبعة الأولى والثانية. الطبعة الأولى كان فيها 80 مشارك، الطبعة الأولى كان مساحة العرض أقل. اليوم احنا نقولوا باللي الشركات العارضة راهم استثمروا أرقام كبيرة باش يكونوا معنا، سواء في تجهيزات المساحة تاعهم أو في الماركتينج تاعهم، مجال التسويق. نعم نعم. المعرض من ناحية الزوار المحترفين يوجد لدينا إقبال كبير جدا من المحترفين، لأنه معرض كوسميتيكا هو معرض مخصص لكافة قطاعات صناعة تجميل الشعر والعطور. فاليوم الشركات العارضة هم شركات في المواد الأولية، التغليف، التعبئة، التجهيزات، الماكينات، وصاحب القرار يستطيع أن يلتقي بالشركات التي تستطيع أن توفر له حلول. نعم سيد أشرف، تواجد هذا الصالون في طبعته الثانية هل سيقرب بين الشركات لاكتشاف النقائص؟ يوجد بالنسبة للشركات العارضة المنتجين، يوجد لديهم نقائص، تحديات، يوجد لديهم احتياجات. واليوم احنا نشوفوا الشركات اللي تقدم حلول راهم من النهار الأول وهم في الاجتماعات معاهم باش يمدوا لهم الحلول اللي راهم يحوسوا عليه. كوسميتيكا ألجيريا نقول هو نقطة التقاء كامل أصحاب القرار فيما يخص المنتجين مع موفري الحلول. طيب، وهل يوجد وفرة في المواد الأولية التي توفرها الشركات المصنعة مقارنة بالعام الماضي؟ نعم، عدد العارضين في المواد الأولية قد زاد، نقول 3 أو 4 أضعاف على العام اللي فات. وهما بالنسبة لهم لديهم علم بأنه يوجد تحديات في توفير المواد الأولية للشركات المنتجة، وعلى بالكم باللي باش شركة منتجة باش تقدر تخرج برودوي لازمهم مواد أولية. نعم، وما هي أبرز اهتمامات الزائرين التي لمستموها خلال هذه الطبعة، سواء من طرف الزوار المحترفين أصحاب القرار أو الجمهور العام؟ لدينا العديد من الأنواع من الزائرين. نعم. فيما يخص المنتجين، اهتمام تاعهم أنهم يلقوا حلول. بالنسبة يوجد لدينا نوع من الزائرين اللي يهمهم يعرفوا وش كاين في السوق الجزائري بالنسبه للمنتجات. يوجد لدينا زائرين يحوسوا على معدات وماكينات لمصانعهم او محلاتهم. يوجد لدينا زائرين اللي يحوسوا يقولوا يخترعوا منتجاتهم. فيوجد لدينا شركات اليوم موجوده مختصه في انه تساعد شخص او مهتم يخترع منتوج، فمثلا عطر. لدينا شركات اللي تستطيع ان ترافق هذا الشخص في صناعه هذا العطر او المنتوج. نعم، وبالنسبه للجمهور يتساءل اذا كان هناك وجود نقاط بيع للمنتجات. بالنسبه للطبعه الثانيه احنا حبينا نركزوا، يكون التركيز نتاعنا باتجاه تعريف الجمهور على المنتجات الجزائريه. يوجد لدينا شركات لديهم خطة بأنهم يقوموا ببيع منتجاتهم في الجمعة والسبت، ويوجد شركات حبت تحافظ على حضور تسويقي وتعريف الجمهور على منتجاتهم وتوجيههم بالنسبة لأين يمكن أن يشتروا هذه المنتجات. نعم، نشكرك لحضورك معنا، شكرا لك مرة ثانية. شكرا لكم وشكرا للطبعة الثانية لكم جيتوا معنا. الطبعة الأولى نتفكر كنتوا معنا وهذه الطبعة، ونقدر جهودكم ومساعدتكم في تعريف الجمهور على صناعة التجميل في الجزائر. شكرا. إذن والاكتشاف الكثير من المنتجات المعروضة، نلتقي بعد الفاصل.
إذا مشاهدينا الكرام، تتواصل فعاليات النسخة الثانية من هذا المعرض الدولي كوسميتيكا ألجيريا الذي عرف أذكر بمشاركة 135 عارضا محلي وأجنبي، وعلى مدار هذه الأيام تقام أيضا ورشات عمل ومحاضرات تتناول المواضيع الهامة لهذا القطاع. ننتقل الآن إلى المنتوجات التجميلية للجارة تونس. أرحب بالسيد حبيب تليلي. تليلي نعم، المدير العام لشركة أرفيا بالجزائر. أهلا بك سيد. عايشك، أهلا بك أنت زادة، مرحبا بكم بحذانا أنتم زادة في هنا في كوسميتيكا. الله يسلمك. إذا أرفيا هي الشركة الأولى في تونس وفي العالم العربي في مجال التسويق، في مجال البيع المباشر. في مجال البيع المباشر، أولا عرفنا عن هذه الشركة. شركة أرفيا هي شركة تكونت عام 2013 في تونس، وكانت أول شركة تونسية وعربية في مجال البيع المباشر. واحنا كما نقولوا شركة متميزة بالمنتوجات تاعنا اللي هما الكوسميتيك، بارفان، كومبليمون اليمونتير والمكياج. دونك والمشوار نتاعنا تطور، تحسننا في تونس واصبحنا كما نقولوا من الاوائل في البيع المباشر، وانتقلنا الى الجزائر عام 2021 وين فتحنا مقر ومصنع في نفس الاوان في 2021 ان شاء الله. اذا عندكم هنا مقر في الجزائر كما ذكرت، كيف استطعتم اكتساح السوق في ظرف صغير؟ اولا هو جوده المنتوج، معناتها ما تقدرش تكون انت متواجد في بلد وتتحسن المردوديه نتاعك وتتحسن كما نقولوا اقبال المنتوج عند الجميع الا ما يكون المنتوج بطراز عالي. دونك احنا كشركه أرفيا ديما نحاولوا تكون المنتوج نتاعنا من احسن ما يمكن موجود في المنتوجات الكوسميتيك ولا البارفان الموجودين في العالم. طيب ما هو جديد المنتوجات التي تعرضوها اليوم هو في الصالون؟ في الصالون عندنا خرجنا اون جام سبيسيال للبوساج اللي هي اسمها ايدرا ديب، معناتها متكونه من سيروم موس نيتوايونت وكريم كلهم سبيسيال بور لي بوساج. دونك هذه جام جديده خرجت بها أرفيا ودخلت ما عندهاش بزاف في السوق الجزائريه. نعم، إذا في الجانب التسويقي لأرفيا، نعود إلى الجانب التسويقي، موجود بقوة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذا هو سر انتشار أرفيا في العديد من الدول العربية؟ هو واحد من الأسرار، معناتها كما قلت لك السر الأول هي جودة المنتوج، خاطر إذا ما يكونش عندك منتوج بجودة عالية تقدر تبيعه للخطرة الأولى ما تقدرش الانسان هذاك ما يعاودش يشري. احنا الحاجه القويه نتاعنا اللي هي المنتوج، وثانيا زاد طريقه البيع نتاعنا اللي هي البيع المباشر اللي تخلينا نكونوا عندنا كما نقولوا تواجد كبير على جميع انحاء الولايات وفي العالم العربي. طيب والاسعار التي تقدمها أرفيا هل هي في متناول الجميع؟ هي الاسعار اللي نقدموها احنا نعم هي في متناول الجميع. علاش؟ لانه كما قلت لك معناتها اذا تقارن جودة المنتوج والأسعار ترقى الأسعار في متناول الجميع بارابور للجودة، يعني الجودة متاعنا عالية في كل منتوج رانا نحاول تكون أعز منتوج ممكن نصنعه. نعم، نلاحظ أيضا يوجد الكثير من المؤسسات الصغيرة والناشئة تهتم اليوم بهذا المجال، هل تحتضنون مثل هذه المشاريع الناشئة تعطوهم توجيهات؟ احنا كما نقولوا الابواب نتاعنا محلوله للناس الكل، معناتها بالعكس احنا نحبوا الكونكورنس ونحبوا شكون معناتها يجي يخدم معناتها بطريقه نزيهه في الاسواق. بالعكس هذا ما يخلي كما نقولوا كامل الناس تعرف البيع المباشر في الجزائر، لانه المجال هذا ماهوش معروف معناتها في الجزائر، من اقل البلدان في العالم اللي تعرف البيع المباشر. يعني احنا كما نقولوا جينا وحاولنا كما نقولوا نوريو الوجهة السلبية متاع البيع المباشر، وعملنا بزاف المحاضرات كما نقولوا في عدد المدن الجزائر، ورانا في مواقع كيف التسويق لي ريزو سوسيو كل مواقع التواصل الاجتماعي القوة والمزايا متاع البيع المباشر. شكرا لك سيدي، إذا كنت معنا. شكرا، ربي يفضلكم. شكرا على الاستضافة وربي يفضلكم. شكرا لك سيدي. إذن فاصل ونواصل.
إذن مشاهدينا عودة لكم من جديد، وهذه المرة مع راضية ركاح المديرة التجارية للو برنس إنزو. أهلا بك سيدة. يعطيكم الصحة على استضفتونا معكم. احنا شركة لو برنس إنزو متواجدة بمدينة العلمة ولاية سطيف، مؤسسة ناشئة. مؤسسة ناشئة ستارت اب، تم إنشاء المؤسسة هذه عندها عامين من أفكار جزائرية. الفكرة كانت من عند مشيو الهادي عبد العزيز والأخ أسامة الكيرد، داروا شراكة واتفقوا أنهم ينشئوا الشركة هذه هنا في الجزائر، أنهم يعطيوا الأفكار للشركة الأم إنزو في فلاشين، يلي ماركة إيطالية لكن يتم تصنيع المنتج في فلسطين كي يتم تسويقه هنا في الجزائر. نعم، إذا نذكر لو برنس إيزو هي شركة مختصة في استيراد مواد الحلاقة والتجميل من الشركة الأم إنزو الإيطالية. إيطالية نعم. داكور، حيث تلتزم بتقديم منتجات عالية الجودة لتلبية احتياجات السوق، وتتسم أيضا بالمعايير الفنية والابتكار في مجال العناية الشخصية. حسينا أكثر على هذه المؤسسة. المؤسسة هذه لو برنس إيزو راهي متواجدة في العلمة. احنا كنا فاتحين شركه جلوبال، انه نستوردوا المواد الحلاقه والتجميل هذه عاديه، سوشوار لي سوغ بوكلو اي نوع. ومن بعد جات الفكره انه نديروا لي باك تسكي واش تحتاج المراه، لي سوغ سوشوار بوكلور مع بعضهم في باك واحد. الفكره هذه كانت الطرف الاخوه اللي تم ذكره من قبل الهادي واسامه، انه طرحوا الفكره على شركه الام إنزو وانشات لنا هاد لي بارك اللي حنا فقط مختصين فيهم في العالم كامل باسم حنا بشركتنا حنا باسم لو برنس إنزو. وكاين تشكيله متنوعه مش فقط لي باك، كاين عندنا لي بروس، عندنا لي بوكلوغ، عندنا الغولات، عندنا بليزيوغ موديل اللي رانا متخصصين فيهم وحدنا في الجزائر في الوطن العربي من في العالم كامل راهي باسم شركه لو برنس إنزو. طيب، لما اتجهتم الى المجال التسويقي هل يوجد عراقيل صادفتكم؟ نعم، مجال تسويقي كاين، ما لقيناش عراقيل من عند المستهلك، لقينا عراقيل من عند الجهات مختصه مثل الجمارك مثل الدوله. لقينا صعوبات بزاف في بليزيوغ ديزارتيك ندخلوهم، كاينين حوايج انسردو ندخلوهم، هي لازم ندخلوها في العلبه تاعنا تاع لو سوغ وبيان سوشوار. بصح الدوله ماشي تسمع بالحاجه هذه، وان شاء الله يكون فيها دراسات مستقبلا. إن شاء الله تكون في هذه الدراسات المستقبلية لتسهيل العمل. إذا ماذا تطمحون من خلال مشاركتكم في هذه الطلعة؟ نطمحوا إن شاء الله نستقطبوا أكثر عدد ممكن من الزبائن، زبائن جملة مختصين في الدومين تاعنا حنايا، نوصلوا شو نقولوا فيجيال تاع اللوغو تاعنا لعدد اكبر ممكن من الزوار هادو باش يعرفوا البراند تاعنا، وان شاء الله في اخر ان شاء الله. طيب، والطلب على هذه المعدات الخاصه بالتجميل هل هو موجود بكثره في السوق؟ نعم، ماركه البرنس إنزو خاصه لي باك تاعنا عندنا عليها طلبيات بزاف، الله يبارك ما شاء الله. باسكو خصص في كل باك خصصنا واش تحتاج المراه، كل باك عندنا فيه لي سوغ سوشوار بوكلوغ، عندنا نوفال اريفاج جديد اللي درنا فيه ثلاث انواع في باك واحد، لي سوغ بوكلوغ سوشوار، هادو هما ثلاث حوايج اللي تحتاجهم بوكو بليس المراه. وكذلك خممنا في الاطفال الصغار، خدمنا لهم بروس سبيسيال لي زونفون، مخدومه منحنيه الراس على جال لا تيت تاع الولد، باسكو ما عندوش بزاف الشعر، دونك يوتيليزيها ما تحرقلوش الشعر، ما تحرقلوش الجلد تاع الشعر تاعو. نعم، هذه حاجه جديده جيد. ان شاء الله. طيب، ما هو سر نجاح مؤسسه ناشئه خاصه في مثل هذا القطاع، قطاع معدات التجميل؟ سر النجاح هو الاراده اللي عند الفريق كامل، هذا هو سر النجاح تاعه. ربما اعطي نصائح للشباب اللي هم مقبلين على مشاريع مثل هذه. الشباب لازم يكون طموح، عنده الاراده، ما يترددش، ينحي الخوف كامل، باسكو الخوف هو الحاجز الاول لابتداء اي مشروع، وما يديرش حساب للفائده قبل ما راح الفائده تاعو اكثر من نوعيه المنتج.
نذكر فقط المنتوج يعني ينافس المنتوجات العالمية، ينافس المنتوجات العالمية وبأفكار جزائرية، بأفكار جزائرية. نعم. ما من أسعار الله يبارك في متناول الجميع مقارنة بماركات أخرى لا داعي لذكرها. احنا عندنا نفس الكاليتي في كلش، لكن احنا اسعار تاوعنا درسنا الاسعار ونخليناها تكون في متناول الجميع. وهل تطمحون للتعامل مع شركات اجنبيه اخرى مستقبلا؟ نعم، عندنا شركه نتعاملوا معها، شركه اخرى في نفس المجال لكن متخصصة أكثر في المواد متخصصة للرجال، مواد الحلاقة متخصصة للرجال، آلات الحلاقة وما إلى ذلك، خاصة آلات الحلاقة الرجالية. نعم. تعرف مؤخرا رواجا كبير، يوجد أيضا طلب عليها كثيرا، يوجد طلب عليها الكثير، باش كنا ديجا عندنا آلات حلاقة متخصصة للرجال تم تصنيعها بأفكارنا حنايا، قوة المحرك بأفكارنا حنايا في سوق الدور، فكرة واحدة هي 5 واط لكن حنا خدمنا بقوة محرك دي واط فيها 8 أنواع متخصصة للرجال فقط، مام للنساء الحلاقات عملية قصة الشعر. شركة أخرى ماشي شركة إنزو، هي شركة كيمي لكن نازلة باسم لوبرنس إنزو. نعم. طيب، من الفكرة إلى المنتوج الذي يستقبله المستهلك كم يستغرق الوقت؟ الفكرة شركة الأم ما تأخذش وقت كبير، يمكن حتى شهر ولا فقط يتم إنتاج الفكرة هذه باش توصل المستهلك. المستهلك راهو هنايا في العراقيل اللي نصادفوها في الميناء، نصادفوها من عند الجمارك، من في الإقليم واش راهو صاري في الدول العربية بدون ذكر. طيب، ولاحظتي أنه الأمور السياسية. نعم. وهل لاحظتي أنه يوجد إقبال مؤسسات ناشئة في هذه الطبعة الثانية؟ نعم، راني نشوف شركات لهنايا ناشئة راه إقبال في طبعة كوسميتيكا، حنايا مهتمة بمعدات التجميل. نعم، مهتمة بمعدات التجميل، كاينين شركات حابين نديروا معاهم تعاون تجاري، تعاون إشهاري إن شاء الله، راهي قيد الدراسة. نعم، التعاونات التجارية والإشهارية مهمة جدا لترويج لأي منتوج. أكيد الميديا هي أهم حاجة باش ينجح البرودوي تاعك، لازم تسوق له مليح، لازم نعم. توصله للمستهلك. شكرا لك راضية ركاح، كنت معنا. شكرا، يعطيكم صحة. ننتقل مشاهدينا لاكتشاف ضيوف آخرين، فاصل ونواصل. إذن مشاهدينا، لازلنا هنا بالصالون الدولي لكوسميتيكا الجيريا في طبعته الثانية، وللتعريف أكثر بالمنتوجات المحلية يسعدني أن أستضيف السيد حسام مرابط، ممثل عن شركة بيبي باودر. أهلا بك السيد. الله يحفظك، ما شاء الله، بارك الله فيك. شكرا لحضورك معنا. الله يحفظك. شكرا. إذن لو تحدثنا قليلا عن المنتوج الذي تقدمه شركتكم. بيبي باودر، الشركة تاعنا تقدم منتوج محلي بصناعة يد عاملة جزائرية، وحنا نسعى لتقديم أفضل منتوج إن شاء الله في السوق الجزائرية. حنا نخدموا المواد مواد التجميل الخاصة بالنساء، منها المخمارية هذه اللي راهي عندي هنا. حنا أول مخمارية في الجزائر من حيث الجودة، جودة عالية بزاف، وهذا من النتائج الحمد لله مرضية في السوق الجزائري الحمد لله، وماذا بنا إن شاء الله نطوره أكثر إن شاء الله في الصناعة إن شاء الله صناعة جزائرية. نعم، جميل. إذن المواد التجميلية المحلية مؤخرا أصبحت تنال الثناء واكتسحت أيضا السوق الجزائرية، هل هذا راجع إلى جودة المنتوج أو السعر؟ والله بالنسبة لنا، بالنسبة للمنتوج تاعنا، هذا راجع بالنسبة للجودة والسعر في زوج سمات. عندنا سعر يقدر يشريوه إن شاء الله، سعر موافق لأن جميع الشعب مدروس وموافق، وماذا بنا إن شاء الله نكونوا قدر نساعدوا الناس بما نقدروا عليه إن شاء الله.
السعر جيد والجودة إن شاء الله ثاني جودة ما شاء الله. نعم وكيف تروجون للمنتوجات المحلية؟ هل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أم لديكم طرق أخرى لترويج للمنتوج؟ والله الترويج يكون بالنسبة للمنتوج تاعنا عن طريق التواصل الاجتماعي، وعن طريق ثاني المنتوج كيكون منتوج عنده جودة عالية ثاني هو راح وحده يدير مكانه تاعو في السوق إن شاء الله. نعم وهل تصدرون لدول أجنبية؟ والله هذا إن شاء الله هذا بربي إن شاء الله راه في البرنامج تاعنا باش نصدروا المنتوج للدول الأجنبية في الخارج في إفريقيا وكل دول العالم إن شاء الله. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ولمواكبة العصر منتوجات تجميلية الخاصة بالرجال أصبحت معظم الشركات المحلية تعرض منتوجات خاصة تجميلية خاصة بالرجال، هل هذا مواكبة للعصر أو راجع للطلب عليها بكثرة؟ والله الطلب بكثرة، سما الرجال كاين رجال بزاف ولا يستعملوا مواد التجميل، سما بصح حنا في المنتوج تاعنا في الوقت الحالي ما عندناش منتوجات رجالية، كل المنتوجات اللي عندنا نسائية في الوقت الحالي. في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي. نعم. ما إن شاء الله نسائية فقط؟ فقط عندنا غير منتوج واحد الله اسمه تاع نزع الشعر هذا تاع رجال هذا ما كان، باقي كله تاع نساء. منتجات بسيطة تقليدية. بسيطة ولا باقي كله تاع نساء. بالنسبة للمواد الأولية هل هي متاحة؟ والله المواد الأولية احنا نجيبوها من دول الخارج، من تركيا يعني. دول الخارج بصفة عامة. نعم، المنتوج المحلي لابد أن نشرح للمتابعين، المنتوج الجزائري ليس اعتباطي، قبل أن يخرج للمستهلك ويسلم له يتعرض لفحص للجودة من طرف مخابر نعم تعمل بالمعايير المعمول بها عالميا. نظرة الدنيا للمنتوج المحلي هل يجب أن تتغير؟ والله الشعب الجزائري بصفه كاينين بزاف يشوفوه منتوج جزائري هكذاك شغل ما يديرولوش قيمه بزاف كما منتوج تاع الخارج، بصح بالنسبه للمنتوج تاعنا احنا عندنا معايره ونديروا له فحص وبصفه فحص دقيق للجوده تاعو قبل ان يخرج الى المستهلك، يكون بصح نديروا له فحص كامل بمعايير عالميه قبل ان يخرج المنتوج. فيما يخص التغليف والتعليب هل تواجهون مشاكل؟ والله نواجه مشاكل في الوقت، دائما يكون عندنا مشكل في التغليف والتعليب في صناعه العلب، يكون يستهلك وقت العلب كبير. العلب البلاستيكيه يستهلك وقت كبير، يطولوا شويه هذا. نعم على امل ان يكون هناك تصنيع محلي ان شاء الله. ان شاء الله. وهذا ايضا المعرض هو فرصة لتبادل الخبرات وطرح كل الانشغالات والنقائص الخاصه بكم. شكرا لك سيدي، كنت معنا. الله يحفظك ما شاء الله، عايشك. اما انتم مشاهدينا الكرام سنعود لكم بعد قليل. إذن عودة لكم مشاهدينا الكرام، هذا المعرض في طبعته الثانية الصالون الدولي هو فرصة أيضا مناسبة للتأكيد على أن الجزائر لديها صناعة في مواد التجميل وتطمح أيضا لجلب استثمارات كبرى في هذا المجال. للتفصيل أكثر أستقبل السيد مخنف توفيق المدير التجاري لشركة لويل أند بيوتي. أهلا بك سيد. مرحبا بكم، بارك الله فيكم على الاستضافة هذه، نشكر قناة اقتصادية على اللفتة الطيبة هذه، ونشكر ثاني الاكسبوزيتور تاع المعرض هذايا. اولا شركة لويل، هل شاركتم في الطبعة الأولى أم هذه؟ هي شركة حديثة النشأة. نعم. هو منتوج إسباني، شرينا لي فرونشيز، شرينا لي فورميل، لا بروديكسيون دوكا 100% راهي لك هنا في الجزائر. موقع لوزين راهو ليك في سطيف في عين النيات بالضبط. نقدر نقولوا بلي منتوج وطني من 0 إلى 10. منتوج وطني بسواعد جزائريه. بسواعد جزائريه وبافكار جزائريه، متخصصه في سيدي سوان كابيلار شوفو، سي ان شامبوان، ان ماسك خاص بالنساء وايضا خاص بالرجال ثاني. عندنا بليزير غام، كي قلت لك الرجال عندنا اون غام تاع لاشوت، تساقط الشعر، ثاني كيستعملوها النساء والرجال.
تصنيع المواد التجميلية الخاصة بالرجال مؤخرا لقت رواجا كبيرا من طرف المؤسسات المحلية، في رأيكم لماذا؟ لا نوفيل تكنولوجي هي اللي تقول هكذايا، مام مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى دوك هما اللي خلاو الشباب بالك يروحوا لهذاك الامور. حنا كمجتمع محافظ على التقاليد الاخر ما نوافقهمش في الراي هذا، انا بالنسبه لي انا ما نوافقهمش. لكن الجانب التجاري والتسويقي كاين الجانب الاخلاقي وكاين الجانب التجاري. حنا كمؤسسه عندنا الجانب الاخلاقي هو اللي يسير المؤسسه هذه، وهو الحفاظ على المواد التجميليه التقليديه. بارك الله فيك. اذا عرفنا اكثر على المنتوجات التي تقدمها شركه شركة لولاند بيوتي. هي شركة قلت لك متخصصة في مستحضرات التجميل، خاصة الشامبوان الماسك اي لابري، وعندنا تانيك جيل دوش لو جيل انتيم. نقدر نقول لك ستون غام بروفيسيونيل، لا غام بروفيسيونيل هذه متفرعة على عدة مراحل. حنا الشامبوان تاعنا هو شامبوان، ستان شامبوان ستان سوان، وايضا هو معالج للشعر. هل هو مطلوب بكثره في السوق؟ احنا عندنا 7 شهور من اللي بدينا المنتوج في صناعه المنتوج هذايا، ورانا في تطور الحمد لله، وان شاء الله تكون فائده للجزائر والنساء الجزائريات. صدقيني انا عن قناعه المنتوج هذايا جربناه في العائله تاعنا قبل ما نخرجوا اي منتوج نستعمله احنا في ديارنا باش نخرجوا المنتوج هذا لبرا. نعم، ودائما ننوه ان المنتوج الجزائري يجب ان يرتقي في نظر الجزائريين، لانه منتوج يمر عبر مراحل قبل ان يصل الى الزبون، يتم دراسته من قبل دكاتره وخبراء مختصين في هذا المجال. الحمد لله في هذا الجانب احنا ان شاء الله تكونوا ضيوف عندنا في المصنع. عندنا مصنع فول اوتوماتيك، خدمناه المصنع تاعنا درناه كيما يخدموا الدواء من كاع الجانب، جانب الموافق للمعايير الدوليه. وايضا احنا بون خرجنا المنتوج هذايا جديد، اصدار جديد، سي تي نوفيل تكنولوجي. لا تكنولوجيا هذه مخدوم بالقهوه، بزيت القهوه. عرضناه هاد في المعرض هذايا، وان شاء الله راح يكون الرائد في عالم التجميل للنساء. ومام مؤسسة لوال اند بيوتي عندها تطلعات كبيرة، وعندنا برنامج ان شاء الله سبيسيال للمرأة. من هذا الجانب احنا كشركة على احنا لبنا بالجزائر القارة، هي بوابة افريقيا، رغبتنا ان نكفوا المنتوج الوطني هنايا في الجزائر ونخرجوه خارج الجزائر. هل ترون ان المعرض هو فرصه لتبادل ايضا الخبرات بين الدول الاجنبيه؟ من الجانب هذا يا موافقك، تبادل الاراء، تبادل الخبرات، تعارف، مام الكونسوماتور يجي ديريكتومون يشوف البرودوي، يعرف البرودوي. كاين ناس تستعمل برودوي ما على بلاش المؤسسه، ما على بلاش باش مصنوع. حنايا مادام حنا نستغلوا الفرصه كل ما يكونوا معارض هكذايا نشاركوا باش نعرفوا الناس على المنتوج هذايا، خصوصيه تاعو، اللي من مليح اللي من ماشي مليح، علاش نستعملوه، وقتاش نستعملوه. معارض كيما هذوما ماذا بينا يكونوا ان شاء الله. نعود للجانب التصنيعي، هل تعانون مشاكل نقص في الماده الاوليه وايضا نقص في اليد العامله؟ شوفي، جميع المصنعين لحد الان راني كيعانون معاناه كما راي لك، معاناه الدوليه. مؤخرا سعر الشحن فات الضعف، الثمن تاعو اللي كان دوكا راه ليك زاد الثمن. حنا كيزيد الثمن واش راح نديرو؟ المنتوج ثاني كيزيد، هادو هما العراقيل اللي رانا صايبينهم. نعم، إذا وكيف ترون التوجه نحو هذه الصناعة التجميلية مؤخرا؟ نحكي لك على التوجه تاع الشركة. نعم.
حنا كي حطينا الشركه هذه ونامي لا سوسيتي اون بلاس اتفقنا على ان لازم يكون ضمير مهني في العمل. توجه شركه تانيك كاين توجهين، الاول هو المصداقيه، المصداقيه في العمل، ثانيا انه لازم يكون منتوج على حساب القدره الشرائيه للمواطن. المنتوج هذا كي نقول لك كان برودوي بروفيسيونيل، ماشي معناتها الثمن تاعو غالي ولا شيء من هذا القبيل، الثمن تاعو بري ابوردابل توت لا فام. نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نلتقي بكم في طبعات اخرى. ان شاء الله، بارك الله فيكم، ونختم الفرصه رمضان مبارك للجميع، وقدم شكر للعائله ولمدراء الشركه السيد دودو سمير والسيد سعدوني فاروق. نعم، شكرا لك سيدي، ولكن معنا نتمنى لك التوفيق ولجميع الشركات المحليه. شكرا شكرا التي عرضت منتوجاتها في هذه الطبعه. بارك الله فيكم. إذن مشاهدينا، صناعه مواد التجميل بالجزائر قطعت اشواطا كبيرة منذ سنتين، وبعد دخول 84 متعاملا اقتصاديا في مجال التصدير إلى 37 دولة، وهذا بفضل تدابير الضبط التي اتخذتها السلطات العمومية، وبعد أن انتقل هذا القطاع من مستورد إلى مصدر. نهاية هذه الحصة، إلى اللقاء. بدأنا من أجواء معرض الصناعي واشغال المؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة.